أكد معالي المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب رئيس وفد الشعبة البرلمانية الممثل لمملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة 39 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد حاليا في جنيف، أكد على أهمية تنسيق المواقف والرؤى البرلمانية العربية والإسلامية خلال المشاركة في مختلف المحافل الدولية. وأشار رئيس الوفد إلى هامش المشاركة وفد الشعبة البرلمانية في اللقاء التنسيقي مع أعضاء الاتحاد البرلماني العربي، إلى أن اللقاء يهدف لتبني موقف موحد بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التباحث حول البند الطارئ الذي سيتم طلب إدراجه ضمن أعمال الدورة. وتم خلال اجتماع المجموعة العربية النظر في القرارات الإدارية للاتحاد البرلماني العربي ودمج الاقتراحين المقدمين من دولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية حول وكالة الأونروا ووقف المساعدات الخاصة بها. وشدد معالي المستشار الملا على أهمية دعم مقترح البند الطارئ والعمل على التحشيد له بين برلمانات الدول الأخرى عبر التصويت عليه، منوها بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط مملكة البحرين بدولة فلسطين الشقيقة بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وأخيه الرئيس محمود عباس، والعلاقات الثابتة والراسخة بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، مضيفا أن متانة هذه العلاقات تتأصل في تأكيد جلالة الملك المفدى في كل خطاب ملكي خلال افتتاح أدوار الانعقاد للمجلس الوطني بشأن دعم فلسطين والتضامن مع شعبها وحقها المشروع.